مرحبا بكم الناس الكل في بواطة دار القلال، اقوى بواطة توجدت في تاريخ تونس. ياب سي سور تو عنيكم توجع فيكم سوا من غير ما نزيد نطول في البلاد نتاعي نحطوها في الروج. يس ويلا نبداو. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد في ريفيو جديد. اوكي كالم داون كالم داون، سبا جيف واي. ياب اليوم نتقابلوا في ريفيو متاع الـ MSI DS-B1 اللي هي أكثر سوري اتباعت في تونس، وذي بالاستاتيستيك متاع الريفوندور الكل، وتبي سوري MSI Just Game. So الكومبو هذي باش نشوفو كيفاش يبرفورمي مع بعضو، ونشوفو اسكو يستحق الكلام اللي تقال عليه، اسكو يستحق الاستاتيستيك هذو متاع أكثر سوري اتباعت في تونس. So ما غير ما نزيدو في الحديث يلا نبداو الريفيو. الMSI DS-B1 سوري متاع جيمينغ متواجد عند لي ريفوندور الكل في سوم 39 دينار. كالعادة أول حاجة نحكيو عليها هي البيلد كواليتي، باش نكون معاكم واضح، السوري مصنوعة من بلاستيك عادي، يعني أنها إذا كلات طيحة كيما نعرف أنا باي باي. بالنسبة للكونفور ما عندي حتى تعليق، السوري خذات بلاصتها بارفيتمون في يدي، الكيرف سيبورتيو ليدي بالباهي، وبالنسبة اللي يستعملوا الهوك مود السوري تمشي في البوزيسيون هيكية زادة. اللوطة نلقاو 4 بي تي اف اي فيت كالعادة باش يسهلوا تحرك السوري، وعلى جنب نلقاو دو بوتون ماكرو ما همش بروجراما بالخطر السوري ما معاش سوفتوير، أما تنجم تبروجراميهم بالماوس ريماب في لي جو اللي تلعبهم. من قدام نلقاو كابل عادي مش خايب، واليو اس بي كونكتر جولد بليدد كالعادة. الMSI DS-B1 توزن 136 غرام بال 8 adjustable weights، اللي كل واحد منهم توزن 2.4 غرام، وهذا وزن أكثر من طيارة الـ FPS والموبا بلايرز، وتنجم تزيد تنقص منه كي تنحي الويفز هاكوما. بالنسبة للسويتشز ما همش من عند أمرون، أما الحقيقة خفاف بالباهي، السكرول ويل باهية أما بعيدة على البريسيزيون تاع الـ DS-300، ولي برودوي متاعها ما يطمنوش برشا، أما تبقى باهية والنازلين عليها ما يتطلبش فورس كبيرة. بالنسبة للـ DPI باتن محطوط بارفيتمون، وتحت لي زانديكاتور، وتنجم تبدل ما بين 800 1200 و1600 دي بي اي. اخر حاجه باش نحكيو عليها هي الاوبتيكال سنسر، هوني عرفت علاش دي اس بي ان ناجحه برشا، البيرفورمانس نتاعو طياره برشا سيرتو في الموبا جيمز كيما ليج اوف ليجندز. بالنسبه للاف بي اس السنسر كيف كان بريسي برشا، اما لاحظت شويه رالونتيسمون في حاله انك باش تدور 180 درجه وقت انت تلعب سي اس جو مثلا، يعني انت تبدا ماشي تحب تعمل دوره كامله معناها 180 درجه بالبلاير نتاعك، السوري تلقى شويه مشاكل باش تعمل الكابتور نتاعها، يعني السنسور يلقى شويه مصعب باش يعملها الكابتور هكيه نتاع الموفمون، اما ما تصيرش ديما حكايه معناها تنجم تطفيها يعني ما غير ما تحطها في حساباتك، اما هي ماهيش ديل بريكر معناها حاجه عاديه، و بارابور للسوم نتاع السوري ما تصورش معناها بيرفورمانس اكثر من هكايه، وبالحق معناها كانتقال من دي اس 300 للدي اس بي 1 ماهيش ما حسيتش معناها نقصت برشا معناها في الليفل، حاجه معناها بالحق بها. تويكا باش نحكيو على الMSI Just Game اللي هي التابيسوري نتاع MSI، ارخص تابيسوري ديسبونيبل عند MSI، وسومها 29 دينار واللي هو سوم معقول برشا وكومبيتيتيف برشا. سو كنت تويكا عندي 3 ولا 4 جمع نستعمل في الMSI Thunderstorm اللي سومها 109000 الومنيوم، ومعناها حاجه توقف المخ. كيما ديت جاست جيم اي واز لايك باهي تابي سوري وباهي وكل، اما مستحيل باش توصل للنيفو نتاع ثاندر ستورم، اما بالحق ظهرت غلط برشا خاطر حبيت الجاست جيم اكثر، ما نعرفش علاش عجبتني اكثر. الالومنيوم باهي وكل ومضخمه الثاندر ستورم وكل، اما ما نعرفش انا خاطر نقول كنت بلغتنا مستانس بالعادي معناها، ما كنتش مغروم جمله اني باش نشري تابي سوري بهكا السوم، ما كنت نستعمل تابي سوري نتاع 5000 يعني كيما العباد الكل. سو كي جاتني ثاندر ستورم عجبتني ياسر، اما كي جاتني هذيا معناتها حسيتها كحاجه مستني شويه، دونك عجبتني ياسر. والكومبو نتاع دي اس بي ان والجاست جيم هذيا بالحق كومبو طياره برشا، يعني اذا كان ما عندكش برشا فلوس باش تصرف فلوس على دي اس 300 ونقولوا ثاندر ستور، هذا شوا طياره برشا. فما زادا سوريات اخرين باين معناها تنجم تاخذ جاست جيم ودي اس 300 دي اس 200 تنعملهم كل عليهم ريفيو بالوقت، اما جاست جيم فانتاستيك حاجه مش عاديه بارابول للسوم، واذا كنت تحب حاجه اكبر فما زادا ديسبونيبل، اما انا كحجم
ما قلقتنيش حتى طرف وكبيره بالبهي، وتنجم معناها تلعب حتى ب 400 دي بي اي 800 دي بي اي بسوري اخرى 800 دي بي اي تويكا بدي اس بي ا امورك 5-5 حاجه مش نورمال. هذه جاست جيم وبالحق عجبتني ياسر. سو باش نعمل كونكلوزيون يلا نبداو الكونكلوزيون. الدي اس بي ا سوري مزيانه برشا مرتاحه وتبرفورمي بالبهي مقارنه بشوما، اثبتت لي ان احسن سوري في البرايس تاغ نتاعها، هذاك علاش استحقت الدام جود فور ذا برايس اوورد. اوكي الاولاد، كانت هذه الريفيو نتاع الام اي سي دي اس بي ا والتابي سوري ام اي سي جاست جيم. ان شاء الله عجبكم الريفيو نتاعهم، ان شاء الله معناها وصلت لكم الامبريسيون نتاعي بالبهي. بالحق ما تغلطونيش، حاجه طايره برشا رابور كاليتي بري، وما نتصورش حتى سوري تنجم تتنافس معها في الكاتيجوري هذه. نتعدي والأهم حاجة اللي هي الجيف اوي، اما قبل هذا فديت من كولر موف نبدلو حاجة اخرى. ما تسألونيش علاش راني بالحق شيخ بالليلاد متاعي كي ركبتهم، مالوروزمون مصورش كابوز وورلد، اما اوكا قدامكم تنعمل لكم بعد ما نجيب حاجات جدد باش نصور، اما تويكا اوكا قدامكم سو بالحق شيخ برشا. ما علينا تويكا باش نحكيو على الجيف اوي كالعادة كيما عملنا في ديس 300، باش تلقاو اللين اللوطة في الديسكريبسيون في الفيسبوك، فين ما تمشي باش تلقى اللين تاع gleam.io تمشي له تعمل ستيبس وكالعادة تدخل في الجيف اوي. من غير ما نزيد نعقد عليكم، سي سور اللي شاركوا في ديس 300 معناها فهمتوها، والجايين راهو حكاية سامبل برشا تنزل على الواحد مثلا سبسكرايب ولايك وحكاية تافهة، مانيش نطلب منكم حتى شيء، وهكاك تربح انتريز وتنجم بارتاجيها مع اصحابك باش تربح انتريز، تلقاو اللين في gleam.io. هذا كله عرفتوه، من غير ما نزيد في الحديث ان شاء الله جود لك الناس الكل، وباش نعلن على الوينر هالمره في 7500 ابوني، خاطر تويكا 6500 بريسك 6500 وشويه. سو كيما اتفق مع ميسي كل 1000 ابوني، خاطر كي باش نعملها 7000 باش يطير ديريكت الجيف اواي، خاطر نعرفكم مبلغ وقت تشوفوا جيف اوايز. سو ما غير بتزيدوا في الحديث، ان شاء الله ملتقانا في الريفيو الجاي والوينر الجاي في 7500 ابوني. سو Thank you so much guys, ديجا 6500 راكم هبلة. Thank you so much ونتقابلو المرة الجاية. تشاو.